رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعب وتمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير والورد لكل الحلوين اللي قاعد يتابعون حلقة برنامج استوديو الأبطال. طبعا رح نتواصل معكم من 3-4 على شاشة تلفزيون الراي. طبعا أجواء برا أجواء خيالية جميلة ورائعة. اللي طالعين الحين نقول لكم عليكم بالعافية ولتهم رادين من المدرسة نقول لكم يعطيكم العافية. اللي حاب يتواصل معنا بطريقة سريعة قبل أن نبلش تغريدات اللي عندنا قبل أن نتكلم شنو عندنا اليوم, اللي حاب يتواصل معنا من خلال الاتصالات يدد لنا سين أو أس, واللي حاب يتواصل معنا من خلال تويتر برنامجنا @abtal_rai هذا هو تويترنا. نعطي أكيد تغريداتكم. بنكمل موضوع أمس بعد اللي تكلمنا عن الأمنيات كل واحد شنو أمنيته يدز لنا من خلال تويتر البرنامج. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن موضوع حلو من خلال حلقتنا اللي هو برج إيفل. رح نقول معلومات كثيرة عنه, يمكن الكثير زاروا اللي عندكم صور دزوا لنا خلنا نشوف ذكرياتكم الجميلة في برج إيفل. رح نقول لكم معلومات كثيرة عنه. كل اللي عليكم أنكم تتابعونا لنهاية الحلقة أو للفقرة الثانية إذا حابين. وإذا رح نأخذ اتصالاتكم اللي يقول شلون ندز أو شلون ندق عليكم ندزون سين بالعربي, اللي حاب ندز سين واحد بالعربي أو إس بالإنجليزي من غير واحد سين أو إس. هذه هي طريقة المشاركة. اليوم عندي أصدقاء حلوين منورينا داخل الاستديو راح نتعرف عليهم إن شاء الله بالفقرة القادمة. هما كنا لأن تو جايين كذي قاعدين طاخين, بعد شوي راح ندردش معاهم ونشوف راحوا المدرسة اليوم ولا ما راحوا, كم أعمارهم. فأكيد منورينا بس هم هادين اسم الله عليهم, يعني من أول ما دشوا هدوء وقعدوا, فراح نتعرف عليهم إن شاء الله من خلال حلقتنا. أبي أبلش بالتغريدات اللي موجودة عندنا. طبعا كثيرة تبارك الرحمن تو بلش برنامج عندنا وايد حد كاتب لنا يا بليز تنويه اللي راح يدز لنا كومنت أو تغريدة يدز مرة واحدة لأن قاعد يدزون وايد وايد والحكي قاعد يضيع بينهم. في ناس كل شوي يقول مشان أنت ما تقرين تغريدتي, فراح أقرأ اللي موجودين. مساء الخير يلي قربك مصدر الخير, مساء الورد يا عطرة, مساء الطيب يا أساسة, مساء الأخلاق يا تاجها, منورة يا حبي من لمساتي إبداع, تحية كبيرة لك يا لمساتي إبداع حبيبة قلبي. أيضا عندنا لا تقل أبدا أني سوف أفشل فإن عقلك الباطن لا يأخذ الأمر بشكل هزلي بل أنه يشرع فورا بتحقيقه. من محبتكم حوراء ضيف من البحرين أحب يعني بعلق على هالشيء. يقول لك في علم النفس أنا قريت معلومة أن الإنسان لما بينه وبين نفسه يقول أنا ذكي أنا شاطر أنا قادر أنا يعني مو عاجز عن هالشيء, ففعلا رح يحقق الشيء اللي هو يبي. والإنسان اللي يقول عن نفسه أنا ما أفهم أنا ما أستوعب أنا ما أقدر فعلا رح يكون إنسان مو قادر. فهذه معلومة لازم كلنا نحطها في بالنا. أيضا عندنا وش هاللوك الحلو شعولة فد فديتك فطوم بنت حضر موت تحية كبيرة لك يا فطوم يا حلوة. أيضا السلام عليكم يا رب يسهل عليك امتحاناتك اللهم آمين. أوجه تحياتي لك العبودي وفوفي والسعود والسلطان ودودي معاكم كدوشة من الرياض, تحية كبيرة لي كدوشة من الرياض. حبيبتي شعولة كثير مرات أرسل أس أم أس على رقم جميع أنحاء العالم لكن ما يجيني اتصال, تكفين اتصل عشان صلوحي بيكلمك. الرسالة تكتبين شو تكتبين فيها حبيبتي؟ خلينا نشوف. حبيبتي شعولة منورة الشاشة طلع قمر اليوم ما شاء الله, ربي يحفظك حياتي ويخليك حق أمك وأبوك من بنت لصلاتي اللهم آمين. حبيبتي شكرا يا بنت لصلاتي. سباتشة صار لها مدة مختفية سبيتشة من قطر ما أدري وينها, اللي يعرفها يقول لها مش عايز أسألك عنك. ايضا عندنا مساء الورد لحلى ورده شلون تشعول عساك بخير وجهت حياتي حقك حق عبوس وحق صلوحي ابن اخوي محمد احبك فطوم بنت حضرموت تحيه كبيره لك. ايضا ربي اجعل هذا المساء يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه امر واجعل لنا بكل خطوه توفيق. منوره شعول حياتي واحبك من ميشو. شكرا يا ميشو حبيبتي على الكلام الجميل. ايضا عندنا ابتسم لحياتك وابتسم لكل ما هو حولك وفكر في كل ما يسعدك ولا تفكر في أمر يقلقك
فالأمل دواء والقلق عناء والتفاؤل رجاء. جميل. أيضا عندنا قل الحمد لله دوما فكم من صدر ضاقة وفرجة ضيقتها بكلمة الحمد لله. طبعا لازم واحد دائما يقول الحمد لله واستغفر الله ولا إله إلا الله والله أكبر. لازم واحد دائما تكون هالكلام على لسانه. أيضا عندنا أحيانا الفرحة الصغيرة التي تأتي فجأة أجمل بكثير ممن طال انتظارها ولم تأتي. صح، حلو أن الإنسان بين فترة وفترة يسوي مفاجأة للناس اللي يحبونه، حتى لو يبلوهم وردة، أنه يعني حسسهم أنه هو ذاكرهم، أنه هو يحبهم. فالإنسان يحس أن اللي حوالينا مهتمين فيه، فاللي عنده والدتها أو والدة الله يحفظهم إن شاء الله، اشتر وردة من مصروفك. إذا كان مثلا مصروفك دينار، خش مثلا أسبوع كامل، خش منه مثلا ربع 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 الوردة بدينار، اشتر وردة وحط حق أمك أو حق أبوك، راح يستانسون بهذا الشيء. ايضا مشاعل نزلوا حلقه 28/4 بموقع الراي بليز، اكيد تكون موجوده حبيبتي. ف ان شاء الله يا رب، اذا ما كانت موجوده راح اقول لهم انهم نزلوها ان شاء الله ويكونوا متعاونين معنا شباب ما يقصرون. راح نتكلم الحين عن موضوع حلقتنا اللي هو برج ايفل. هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترا، يوجد في باريس في أقصى الشمال الغربي لحديقة تشام دي مارس بالقرب من نهر السين. أنشئت من طرف غوستاف إيفل ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس في 1889، وسمي برج 300 متر في الافتتاح. أصبح هذا المنشأ رمز العاصمة الفرنسية، وهو الموقع السياحي الأول، وهو يمثل تاسع موقع فرنسي الأكثر زيارة في عام 2006، وهو أيضا أول معلم من حيث عدد الزوار، حيث بلغ عدد الزوار 6.893 مليون زائر في سنة 2007، بارتفاعه الذي يبلغ 313.2 متر. بقي برج إيفل لمدة 41 سنة المعلم الأكثر ارتفاعا في العالم. تمت زيادة ارتفاعه عدة مرات بتثبيت العديد من الهوائيات ليبلغ ارتفاعه 327 متر منذ 8 مارس عام 2011. استعمل في الماضي في العديد من التجارب العلمية، ويستعمل اليوم في بث برامج الراديو والتلفاز رغم المعارضة التي لقاها من البداية. أصبح برج إيفل رمزا لمدينة باريس وشعارا لها، حيث أظهر القدرة التقنية الفرنسية. عرض برج إيفل بمناسبة المعرض العالمي لسنة 1889، فانبهر به الجمهور، وقد استقطب ما يزيد عن 236 مليون زائر منذ افتتاحه. فأكيد هذا هو مكان جميل ممكن الواحد يروح يشوفه، ودائما لما يروح فرنسا يقول لنا الميداليات اللي تصير على برج إيفل. يعني أنا حتى عندي تذكار من فرنسا أحب لغاية الحين موجود عندي من سنوات عديدة. فحلو واحد لما يذكرنا مثلا من فرنسا برج إيفل أو أشياء كثيرة مميزة. مثلا أمريكا لما يروحوا لازم يبولنا من ديزني. عندي صديقتي فاطمة فروحة دائما تجيب لي من ديزني تيشيرتات، تجيب لي مقات حلوة. فشكرا اللي كل أصدقائي يذكرونا، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات الجميلة اللي قلناها عن هذا البرج الكبير الذي يعد معلم رائعا فعلا. أيضا عندنا الحين إذا كمل قراءة التغريدات، أحبكم مشاعل عبد الله شعولة شكل حلو دائما، حابة أقول يروحون يرجعون بالسلامة أحمد وصالح وشيخة وأسرار وعبود، أحبك مرة، وتحية إلى ماجد وسارة من زوزي، تحية كبيرة لك يا زوزي. أيضا مطر يغزو بلدة البحرين، فيا رب شافي مرضاها وحقق أمانينا يا رب، أوجه تحياتي للكل. أيضا وحشتيني حيل من زهرة بحرين، تقول حق سبوت من زمان عنها وحشتيني حيل، أنا بعد شكلها وايد. شعول أبي تعليقك، يقولون أن الرجل لا يعيبها إلا جيبها، هل أنت مع أو ضد وما رأيك؟ فطوم بنت البحرين، مو شرط أن جيبها، يعني وايد ناس ما عندهم بس الحياة معهم سعيدة. مثلا رجل يكون ما عنده فلوس وايد بس الحياة معه سعيدة، وايد ناس عندهم في مثلا رجل يكون عنده فلوس وايد بس الحياة معه دمار. فأهم شيء بالريال الأخلاق والصدق، الصدق الصدق الصدق، يعني معنا مو موضوعنا، ولو يخلوني أتكلم راح أتكلم ليباتش عن هالموضوع. خلينا نأخذ اتصال. رشا
رشا. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا رشا؟ وياك بنت المملكة عرفتيني؟ بنت المملكة حياك الله يا الغالية، شخبارك؟ الحمد لله، كيفك انتي؟ الحمد لله طيبة حبيبتي. بنت المملكة راح تلعبين مع صديقة أخرى معنا اللي هي حنان، أوكي؟ أوكي. يلا. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك سعودة؟ الحمد لله طيبة، أنت حنان؟ ايوه. اوكي حنان حبيبتي راح تلعبين مع بنت المملكه، ماشي؟ اوكي. يلا مع بعض نشوف اللعبه. يلا السؤال الاول لبنت المملكه، صح ام خطا؟ ثم حرف من حروف العطف. صح. صح واجابه صحيحه، عافيه عليك. حنان على حرف من حروف العطف، صح ام خطا؟ خطأ. عافية عليك شطورة، وسيارتك تنتقل خطوة. ننتقل الحين لبنت المملكة، كلمة العين فيها لام شمسية، صح أم خطأ؟ صح. متأكدة؟ أنت عطيني إجابة. خطأ. عافية عليك خطأ، ما فيها لام شمسية، فيها لام قمرية، العين. ننتقل الحين لحنان. حنان حنان معنا؟ اي معك. كلمة الشمس فيها لام قمرية، صح ام خطأ؟ خطأ. عافية عليك وإجابة صحيحة. آخر سؤال لبنت المملكة، تقع إيرلندا الشمالية في القارة الأوروبية، صح أم خطأ؟ راح أساعدك بهالسؤال أنا. أنت أعطيني إجابة وأنا راح أساعدك. صح؟ صح، إجابتك صحيحة. برافو، وصلتي لخط النهاية يا بنت المملكة. الحين عندنا حنان، آخر سؤال لحنان، باريس من الدول الأوروبية المشهورة بالعطورات العالمية. صح. متأكدة؟ لا لا خطأ خطأ. إجابتك كانت خاطئة، بس خلاص سيارتك انتقلت إلى خط النهاية، هي خطأ. باريس مو من الدول، باريس من العواصم التي تشتهر بالعطور. ما شاء الله كل يوم عطر جديد حق الخساير. طبعا نقول مبروك للبنوتين الحلوين حنان وبنت المملكة، شكرا على اتصالكم مع ألف سلامة. شعولة سبوتش عندها الامتحانات، والله يوفقها ويسهل عليها، من بنت لسليطي، الله يوفقها يا رب ويسهل على كل واحد عنده امتحانات. عود نفسك، عود وعبود وكلهم اطلعوا معي، راح اقرا هالتغريدة لكم الحين من بعد هالبريك. رجعنا لكم أصدقائي الحلوين من بعد هالبريك، وراح نتعرف الحين على الغاليين اللي منورينا داخل الاستديو. أول بطل حلو موجود معنا، شو اسمك؟ بدر ناصر. والنعم فيك يا بدر، كم عمرك؟ 8. العمر كله إن شاء الله. رحت المدرسة اليوم؟ إيه. شطور. وردت البيت تغديت؟ ولا للحين؟ للحين. للحين حبيبي يعان أنت؟ الحمد لله. شلونك مو يعان؟ بعد شوي ماما او بابا اللي ابوكم عندنا راح يودونكم مطعم، صح؟ الحين ما راح يودونكم مطعم؟ انا خليهم يودونكم مطعم. حط الميكروفون سمعني. ناكل بالبيت. ما تبي تروح المطعم؟ شطور، اصلا اكل البيت احسن من اكل المطعم، صح؟ عافية عليك. انزين قول لي انت ودك تطلع تروح المطعم؟ مصرة انا خليه اليوم يروح المطعم. ما تبي تروح ها؟ اوكي شطور عافية عليك، يعني مصر على رايك وتبي تاكل بالبيت. اذا شو مسوي غدا؟ ما يدري للحين. سربرايز، مسوي لكم مفاجاه ان شاء الله، يا رب يكون الغدا حلو يعجبك وتاكل بالف عافيه. اليوم قاعد نتكلم، انا من امس قاعد اسال اصدقائنا كل واحد شنو امنيته، حتى اللي بتويتر ما تدزون للحين شنو امنياتهم الا كم شخص بس، انا ناطره تدزوا لي شنو امنياتكم. انت شنو امنيتك؟ اي انت اي شيء. احط الميكروفون. اي شيء امنيتك؟ اي شيء. شنو ودك يصير عندك؟ شنو ما. لا
لا هذه بلا سالفة. إنزين أنت لما تكبر شنو ودك تصير؟ ما تدري؟ مو مفكر بالموضوع؟ مهمك الموضوع؟ إنزين أنت شنو هوايتك؟ شنو الشيء اللي تحب تسويه دائما؟ كرة. تحب الكرة؟ ما ودك تصير لاعب؟ اي هذه امنيه يعني ودك ان شاء الله تحققها. اذا منو تحب من اللاعبين؟ اي فريق تشجع؟ شجع الكويت. منتخب الكويت. كفو والله كفو كفو شطور انت. في عندك لاعب معين تحبه؟ اذا حتى مكرفه خلينا نسولف. الله يخليك. منو؟ بدل المطوع. تحب بدل المطوع؟ اكيد يستاهل الحب بدل المطوع. وبعد من اللاعبين انت تحس ان لاعبك مفضل بس بدل المطوع؟ فهد العنزي. وفهد العنزي حلو. وبعد تحية كبيرة لهم أكيد. بس هذا لاعبينك المفضلين تحب إن لما تشوفهم قاعد يلعبون تحب تتابع المباراة. طبعًا اختيار موفق. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب. وأتمنى المرة الجاية لما تكون موجود عندنا في برنامج استديو أبطال تكون عندكم نية. توجه تحياتك. ولا أحد؟ ما تبي شيء؟ مو خاطرك بشيء؟ إذا نجحت ما راح تطلب من أبوك شيء؟ إذا تصير ولدنا؟ تي عندنا بعائلة؟ ما تبي تصير؟ الله يخليك حق اهلك ان شاء الله. يا رب كل الاطفال يكونوا قنوعين نفسك. صفقوا له انتوا تنتين وانا بعد بصفق له. لان القناعه كنز لا يفنى. وانت عندك قناعه تبارك الرحمن عجيبه. فدوه والله. هذا الميكروفون حق اختك الصغيره. شو اسمك؟ طالع روحها. كتكوته؟ شنو اسمها؟ ندى. ندى؟ ندى؟ ندويه؟ ندى تغنين؟ شنو تغنين؟ شنو تبي تغنين؟ ها؟ ها؟ ما اسمع. ما يخاف اسمع بصوت عالي شوية بس ممكن. خلاص صفقوا حق ندى الحلوة. صفقوا لها. تبي تغني؟ وين قلت لها غني؟ هي ما تبي. ما تبي تغني؟ خلاص ندويا اذا فكرتي تغنين راح ارجع لك مره ثانيه. زين حبيبتي شو اسمك انت يا حلوه؟ مريم ناصر. والنعم فيك يا مريم. مريم سالت اخوك وحاولت فيه وعجزت انه يقول لي امنيته. ما عنده امنيه. انت شنو امنيتك؟ اي شيء راضيه فيه. طبعا الانسان راضي يعني بكل شيء كتبه الله يعني. ودائما الانسان لازم يكون قنوع. بس انت يعني انا لما كنت ادرس يعني قبل كانوا ابوي يقول لي مثلا اجيب لك هديه. لما كنت ادرس اخر شيء كافئوني يبوا لي الهديه اللي انا اتمناها. انت شنو شيء تتمنينه؟ انجح. تتمنى تنجحين؟ اي هذه امنيه حلوه. شفتي يعني في امنيه. تتمنى ان شاء الله تخلصين دراسه وتشتغلين. شنو ودك تصيرين؟ دكتوره. حلو. ما تدري شو التخصص؟ شنو ودك دكتوره؟ شنو؟ في دكتورة أسنان، في دكتورة أطفال، دكتورة قلب. أي شيء. أي شيء. أنت متفقة مع أخوك على كلمة أي شيء. إذا أنت تبي تغنين؟ إي. شنو بتغنين؟ قلبي. ها؟ قلبي. يلا غني قلبي. قلبي أصيل وماضي الحب منسى. صاحب الغالي تشيل عيوني. أشتاق له وأشتاق لصوته وطلياه. واقول هو دنياي وشموعي كوني رفيق دربي. ما تناسيت ذكرى لو العرب في رفقته يعذلوني. شطورة انتي. وجه تحياتي. ايه بقول لك والله بخليك وجه تحياتك. حاضر قولي. امي وابوي. ايه اخواني. وحق رفيجاتي. ماريا ونيبال واسيل. شو اسم اول واحدة؟ ماريا. ماليا؟ ماريا. ماريا. وثانية؟ نيبال. نيبال. وثالثة؟ أسيل. تحية كبيرة لهم. أكيد إحنا بعد نسلم عليهم من خلال برامج استديو أبطال. تلقون شيء بعد؟ لا. أكيد. لما جيتوا كان في مطر برا؟ إيه أبي أقول لكم إن اليوم صار عندنا مطر في الكويت الحمد لله رب العالمين. يعني أمس كنت قاعدة أقول إن في عمان وبالإمارات كان في مطر وبالسعودية اليوم عندنا مطر الحمد لله رب العالمين. بس ابي اقرا هذه الامنيه. امنيتي اني اتخرج من الثانويه العامه بنسبه عاليه وادش الجامعه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. من عبد الله. عبد الله ان شاء الله راح ادش الجامعه وبالتخصص اللي تبي. بتقول لي عبد الله انت من الكويت ولا من برا الكويت؟ خلينا نشوف اي جامعه اي كليه ودك تدخل. خلينا نشوف امنياتكم.
ايضا سلام عليكم نورت شعل حبيبتي ما قصرتي كفيتي ووفيتي ولا وحشه عبد الله وجدت حياتي لك والعبودي وفوفي معكم كدوشريات تحيه كبيره لك الام قصيده الجنه والحان الطهر من اميره الورد تحيه كبيره لك ناخذ الاتصال معانا نقول الو شيخه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هلا وغلا يا شيخه شلونك الحمد لله تمام وانت شلونك الحمد لله طيبه دام اسمع هالصوت الحلو شكرا الله يخليك يا رب شيوخه نعم مشاركتك الغاليه عندي اهداء الى كل ام تسمعني يلا نسمع ماذا اقول عن الام من اين ابدا هي التي سهرت الليالي من اجلنا بعطفها وحماتها وتضحى حياتها رغم بجانبنا كل تحتف عنا ولو اقلب لها الدنيا كلها والله قليل عدها ماذا اعمل وكيف ارد امي لهدفي لا تخطى وما علينا الا ان تكون راضيه علينا ونطيع اوامرها ونفرح ونلبي كل رغباتها ولكن بعض الابناء لا يعرفون قيمه الام وفضلها الكبير علينا وعندما نقصر بحقها فهي تشعر بمشاعر لا يعرف الا الأضمان وانا اقول يا ايها الابناء الام نعمه الام هديه الام كنز الام اتمت احساس بالحب فعلينا ان نحفظ على طاعتها الله عليك شيخة الله شيخة كلماتك مو بس حازت على إعجابي مو بس حازت على إعجاب الكنترول وأتوقع أيضا حازت على إعجاب كل المشاهدين قاعد يتابعونا فتحية كبيرة لك وإن شاء الله يا رب كل أم تكون دائما بصحة وخير وسعادة وراحة بال شيخة تلعبين معنا أنا أمشي غدا بس أوجه حياتي ممكن إنزين بخليك توجهين تحياتك بس أول لحظة مشاعل ترجمي اللي قاعد تقولينه شيخة بخليش توجهين تحياتك بس أول شيء قولي لي شنو أمنيتك شيخة بالحياة؟ أمنيتي؟ إيه بجد بجد والله أتمنى أزور الكويت ولقاهم في حياتي الله إذن شيخة أنا مستعدة أبلش دعوة للكويت ومستعدة تذكرتك وفندقك وإقامتك كلها تكون علي بس أخذي موافقة من أهلك وإن شاء الله يا رب يحقق لك هذه الأمنية مني وتين عندنا الكويت شكرا يا شيوخة على المشاركة بس عندك تحياتك وين شيخة تحياتك؟ أيوة قد حياتي الكنترول ايه وحطبك ايه شكرا وما ماجد ايه صراحة يعني مش عارفة كيف اشترت شون؟ مش عارفة كيف اشترت يعني صراحة الكل يتكلم عليه بكل طيب ماجد؟ ايوه اكيد السال هذا انسان جدا خلوق يعني امانه انتم يمكن تسمعونه من خلال اتصالات صح احنا معاشرين عندنا بالدوام انسان خلوق ورائع جدا وهادي هادي هادي ما يحتك باحد ما يتكلم على احد انسان رائع جدا أكيد الله يحفظه ان شاء الله بخرنا فقرت حبيبتي شيخه تحيه كبيره لك بالشيخه انا تبي تقولين تحياتك بعد لا لا خلاص خلاص حبيبتي تحية كبيرة لك يا الغالية وشكرا على اتصالك ومع ألف سلامة يا شيخة يا حلوة معنا اتصال آخر نقول ألو هلا غلا أهلا زياد هلا ومسهلا شخبارك تمام الله يسلمك زياد بقول لك على موضوع تفضلي على الهواء دام فضلك تذكر المرة اللي طافت لما كنا قاعد نكلمك أنا وعبد الله إيه يا طب طب تذكر إحنا ممكن قاعد نضحك على هالشيء الا نضحك على الطب على الطب هذا قاعد تطلع انه منو كان قاعد يسوي فانت تقول من عندنا احنا نقول لك من عندك في واحدة قاعد تقول ان انتم ما يصير ان تضحكون على زياد وزياد كان قاعد يتكلم ويعطيكم اهداء وكذي فانت ايش رايك شعور حسب تختلفي عادي لا تضحكين عادي لا احنا قاعد نضحك على شنو كنا عليك ولا على الطب لا على الصوت الطب صح ولا لا لا ايه يعني الواحد لازم يكون مركز بالحلقة عادي ويعرف ان احنا ثلاثة كنا قاعد نضحك على شنو صح ولا لا؟ ايه بس طلع ما الصوت ما من عندي ولا من عند ماجد. اي من وين؟ من عند فوق يمكن. من فوق؟ ايه يعني منو من فوق؟ ما في اي ما كنا بالاتصالات ما في الا ماجد ومحمد. ايه محمد يمكن. محمد؟ زياد مشاركتك يا الغالي. طيب. هذه اهداء مني الى استاذي الغالي زياد انه بيزورني بعد شوي ماشي يلا اشرق النور وبان مرحبا بمن اتانا ايها الزائر اهلا لك في القلب مكانا
أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكان ضيفنا أهلا بك لالت أنوارك أنت بين أهلك قد حللت دارك ضيفنا أهلا بك لالت أنوارك أنت بين أهلك قد حللت دارك مرحبا بمن وصل بالعيون والمقل ضيفنا هو المحل وبه شق جلال أشرق النور مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا أيها الزائر أهلا لك قلب مكانا الله عليك يا زياد وطلطط هذه وراك وراك سمعتها؟ سمعتها من عندك يا زياد شكرا لاتصالك يا زياد ومشاركتك معنا اتصال رائع أمانة يرسم البسمة على شفانه نحبك وايد يا زياد وأكيد أنت صديق عزيز جدا على قلوبنا بنكمل حلقتنا مع كل أصدقائنا الحلوين نطرون من بعد هالبريك كم أصدقائي الحلوين من بعد هالبريك وراح نلعب لعبة الهوكي مع الأخوان اسمك بدر بدر ومريم راح يلعبون لازم اللي يجيب أول 3 أهداف هو راح يكون فايز بعد راح ألعب أنا معاه أوكي يلا مع الموسيقى 1 2 3 يلا منو أول واحد راح يجيب 3 أهداف بدر ومريم ها شيل اصبعك لا تعورك بدر شيل اصبعك لا تعورك ها ها بدر واحد شاطر بدر يلا نكمل شكله بدر رهيب الثاني ها ها يلا اوه واحد واحد شاطره مريومه يلا هنحط واحد من تعالى يلا بعد يلا من أسرع كافي فوق ما خلص يلا ها يلا يلا اللي رح يبقى آخر هدف هو اللي رح يفوز يلا ما نحسن 3 شفتك حطيتي بس أنت فزت يا بدر الحين رح نلعب أنا وبدر أوكي قول واحد بس ماشي يلا 1 2 3 لا ما يصير تحس زينك تعال كل خسران اخو بالالعاب يلا ما يصير تحس زينك ما لا 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 ما راح اعيدها لا تحس زينك كذي زين اوكي يلا كمل بغيت اهدف على روحي أنا شنو قلت؟ قلت مقولة شهيرة قلت أنا كله خسرانة يلا نعيد مرة ثانية خلينا نعيد آخر مرة آخر قول لا تفوز علي زين أمانة خلينا نفوز مرة واحدة زين عافية بدر بين بينك ها يلا يلعب معي شوي شوي حبيبي والله خلاص شكرا شكرا طبعا بدر فاز علي وفاز على مريم وخلاني قط مدلية بعد شكرا يا بدر يلا نكمل مع الكومنتات اللي موجودة عندنا ليس الهدف من النقاش أن تنتصر أو تهزم الآخرين تعود على أن تخرج من النقاش وأنت تقول للطرف الآخر معك حق أنا المخطئ محبتكم لوتي أنا ما أحب أقول حق أحد قدامي إذا هو كان كلامه يعني مو منطقي وكلامه مو مقنع على أساس إن أنا أسكر النقاش أقول له أن أنت على حق فأظل مصرة على رأيي وأقول له آخر لحظة حتى إذا هو يحاول إنه يقنعني وأنا 100% مو مقتنعة مستحيل أغير رأيي نأخذ اتصال معنا نقول ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام شلون شواقة زينة شواقة تبتلعبين إيه يلا
راح نلعب يا شواقة مع بعض، بس قبل لا نلعب قولي لي شواقة شنو أمنيتك؟ أمنيتي تصيرين أختي رفيقتي. يا بعد عمري أنتي، أنا أختك ورفيقتك حبيبتي باللي تبينه عمري أنتي. يلا شواقة شوفوا اللعبة. يلا لعبة البازل، 10 ثواني ركزي بالصورة اللي عندك. يلا وصل شواقة. B7 دي صح. بعد D6 شنو؟ D6 خلينا نشوف صح. بعد A8 صح. اوكي صح، واخر واحدة احنا راح نعطيك اياها من عندنا. اوكي شواقة اوكي حبيبتي، تحية كبيرة لك يا شواقة عمري. قولي لي عادي اجي تحياتي. عادي حبيبتي قولي. حق امي وابوي ايه، وحقتي حق عبد الله ايه، وحق اللي اشتغل بالاستديو الابطال ايه، حق اللي كل يحبني. حبيبتي تحية كبيرة لك وانا وايد احبك. نعم احبك وايد حياتي، انا بعد احبك وايد حبيبتي. الله لا يحرمنا من هالكلام الطيب يا عمري انتي. ناخذ بعد اتصال معانا، والفقرة الأخيرة راح اقرا اكبر عدد من الكومنتات. الو الو اسراء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا حلوة؟ الحمد لله. نلعب؟ ايه. قبل أن نلعب انت شنو امنيتك اسراء؟ شنو امنيتك؟ شنو تتمنين؟ اكون اختي ورفيقتي. شنو؟ اكون اختي ورفيقتي. تكونين اختي؟ ايه. يا عمري كان زين اختي تسمع هالحكي عشان تحس بالنعمة العظيمة اللي عندها. الله يخليكم ان شاء الله لي يا رب، اكيد كلكم خواتي. الله لا يحرمني منكم. نشوف مع بعض اللعبة على الشاشة. يلا اختاري رقم ثروة. 9. Oh no. اوه غيره. 5. غني بسرعة او قولي باس. باس. باس رقم غيره. 8. 8. Oh no. اوه رقم غيره. 3. 3 ولا كم؟ 3. 3 خلينا نشوف 3. هدية راح تبطلون ثنتين. يلا رقم غيره. 2. 2. لغز، لغز شي يقول حروف الهجاء اصبح فصل من فصول السنة. شنو هذا؟ انا ما عرفت اجاوبه. حيوان من 4 حروف اذا بدلنا الحرف الثالث بحرف من حروف الهجاء اصبح فصل من فصول السنة. بس رقم غيره. واحد. واحد. ايه رقم واحد، خلينا نشوف رقم واحد بس بليز. كنترول. بعد غيرها اسراء. اربعة. اسراء حبيبتي تشوفي انا ما راح اطلعك خسرانه زين، لان انا ادري ان انت وايد تحبين برنامجنا، وايد تحبين تتابعينا. فحبيبتي اشكر اتصالك وانت فزتي معنا، حتى اذا اللعبه ما قدرتي تجاوبينها انت فزتي معنا. ولان اللغز اللي انا قلت لك اياه لغز شوي ها يبير تفكير، وما كان عندنا الوقت الكافي ان احنا نجاوب عليه. شكرا حبيبه قلبي، وشكرا لوالدتك العزيزه اللي موجوده يمك. بعد اتصال مضاوي. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. مضاوي شلونك؟ زينه. شو اخبارك؟ تمام؟ ايه. شنو امنيتك؟ اني اتفوق. تتفوقين ان شاء الله يا رب العالمين، تكونين من المتفوقات يا رب. مضاوي نلعب؟ ايه. يلا حبيبتي مع بعض نشوف اللعبه على الشاشه. يلا نشوفها. يلا لعبه البازل،
عبد الله عايز يعلمني القطو شنو اسمه وانا ما اتذكر للحين ما ادري. قطو توم توم. يلا وش الصوره حبيبتي مضاوي؟ اثنين سته بي. سته شنو؟ بي بي يعني بي 6. اوكي بعد تسعه ايه اف اف 9. اوكي بعد اي 7 ايه بعد بي 2 قلنا البي بعد بي دي دي 2. اوكي بعدين اخر واحده راح نعطيها من عندنا يا مضاوي شطورة مضاوي صدق مضاوي حيل 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 مضاوي نعم حبيبتي شكرا على اتصالك وألف مبروك الجائزة. أوكي قولي تحياتك حبيبتي أعتذر منك قولي. أوجه تحياتي لعماتي وعمامي وخالاتي. حبيبتي تحية كبيرة لهم وتحية كبيرة لك ومع ألف سلامة. راح أبلش إحنا أقرأ بعد كومنتات. عندنا أمنيتي يكون عندي 10 خوات و10 إخوان وعادي أكون ضايعة بينهم ومهضوم حقي، أهم شيء يوسعوا لي صدري. من حياة من السعودية الله يرزقك إن شاء الله يا حياة 20 أخت وأخو. قولي آمين. أيضا عندنا سلام عليكم نورتي شعولتي ما قصرتي كفيت وفيت هذا قريناه قبل شوي. أمنيتي أحلق مثل العصافير وأزور كل العالم وأنام فوق الغيم. حلوة حلوة أمنية حلوة حتى أنا أتمنى كذي. أيضا عندنا عندما ترى ما تتمناه عند غيرك فقل ربي أدمها عليهم وارزقني كما رزقتهم واطرد الحسد والغيرة عنك ادعو بصفاء نية حتى يرزقك الله ما تتمنى. فعلا نقول دائما يا رب زيدهم وارزقنا إن شاء الله. أيضا عندنا شعولة أنا أحبك ليش ما تقولين اسمي زي اللي يحبونك أنا عتريسة أتمنى ما تنسيني. حبيبتي عتريسة تحية كبيرة لك أكيد أكيد وانساك قلبي أنت اسمك مميز يعني. شعولتي جو عجيب عندنا بالطايف ناقصنا شوفتك من فيوزة حبيبة قلبي الله يحفظكم إن شاء الله يا رب دائما الأجواء تكون عندكم رائعة. راح نكمل حلقتنا ونكون وصلنا للفقرة الرابعة من بعدها البريك. رجعنا لكم أصدقائي الحلوين ومكملين معاكم الفقرة الأخيرة. عندنا الأمنيات راح أرد أكمل الأمنيات. سام نور يلغلى شعولة حلمي أقابل لجن عمران مع تحيات مجنونة شعولة أنا ودي أقابلها أحبها وايد أنا. أيضا عندنا تغريدة ثانية تقول شعولة أمنيتي يكون عندي فلوس عشان أرد الجميل لأهلي ومساعدة كل فقير ومحتاج وأنبسط فيهم من زوزي. حلو حلوة أمنيتك يا زوزي. أيضا عندنا شعولتي قولي لزياد صوتك اليوم أفرحنا ومشتاقلة ومبدع وإلى الأمام من أختك منيرة العنزي من السعودية تحية كبيرة لها أكيد. هلا وغلا حبيبتي شعولة منور الشاشة أحب وجهتهاتي الجروب عشاق عبود وشعولة وكل متابعين البرنامج من نجود السعودية تحية كبيرة لك حبيبتي. مساء الرضا والسعادة وضاع الكومنت مني. مساء الرضا الله يسعدك شعولتي أمنيتي خلص دراستي على خير وأفتح أكبر استوديو تصوير محبتكم عواطف. إن شاء الله يا ربي عواطف يكون عندك استوديو تصوير. أحبك وايد شعولة بليز قولي اسمي عسولة أمنيتي أي استوديو تعالي يعني أمنيات بسيطة تعالوا. أيضا عندنا أنا من الكويت وإن شاء الله هذا عبد الله يقول أنا من الكويت وإن شاء الله أبي أدش كلية الطب. إن شاء الله يا ربي حالفك الحظ وتدخل كلية الطب يعني من أرقى الكليات عندنا بالكويت. شعولتي فديتك أمنيتي أكلمك بس يا جماعة بسيطة تقعوا لو كلموني. أيضا أمنيتي الأولى أشوفك وأسولف معك والثانية أني أتخرج من الثانوية بنسبة تخليني أحقق طموحي من بسمة. شوفوا أمنيتها تسولف معاي وأنا أختي أسولف معها تقولي خليني أنام باكر عندي جامعة. خلنا نروح الحين مع بعض برد أكمل الكومنتات. بس خلنا نشوف هالكليب ونرجع لكم مرة ثانية. أنا
أرواحنا لجلج ثمن حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن الكويت هي أمنا الكويت هي أرضنا ننفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا الكويت هي أمنا الكويت هي أرضنا نرفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا فضلك علينا يلي في حضنك دفينا وعلى أرضك ربينا أنت الحبيبة يا كويت يا كويت فضلك علينا يلي في حضنك دفينا وعلى أرضك ربينا أنت الحبيبة الكويت هي أرضنا ننفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا غيرك أنت يمل لنا يا كويت عزك عزنا نفخر باسمك كلنا داين على مر الزمن غيرك انت يملنا الكويت عزك عزنا نفخر باسمك كلنا دايم على مر الزمن يا كويت هي أمنا رجعنا من بعد ما سمعنا هالأنشودة الجميلة والرائعة أكيد وقاعد أقرأ أمنياتكم في تويتر تهبل يعني في ناس عندهم أمنيات أصدمتني وفي ناس لا يعني أمنياتها يعني منطقية فإن شاء الله يا رب الله يحقق كل أمنياتكم في بنوتة تقول لي مشاعل أنت شنو أمنيتك يمكن أنا يعني أمنياتي كثيرة يعني وايد أشياء أتمناها بس أتمنى أن كل إنسان بالدنيا يعيش براحة باله وسلام يعني ودي كل واحد يحط راسه على المخدة شي نام وهو مرتاح ما يفكر مثلا إذا واحد ما عنده فلوس يوكل عياله واحد ما عنده فلوس يكمل دراسته واحد ما عنده فلوس إنه يشتري حق عياله ملابس واحد مثلا بديرته مو عايش بسلام أتمنى كلكم تكونون بخير وصحة وعافية وسلام يا رب العالمين ناخذ هالاتصال معنا ونقول ألو فطوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك فطومة يا حلوة الحمد لله كيف مشاعر الحمد لله طيبة حبيبتي فطومة عرفتيني فاطمة من وين قولي لي عشان من اليمن من اليمن انت عيون عسلية اي شفتي شلون والله اني ذكية الله يا عمري حبيبتي شو اخبارك فطومة الحمد لله كيفك وكيف تمام الحمد لله رب العالمين فطوم انت قاعد تكلمينا سبيكر او مكان مسكر خلاص ايوه تمام شلتي سبيكر لا اذا ممكن تشيلينه ايوه شلتي ايوه اوكي حبيبتي الحين عشان اسمع صوتك عدل بتوجهين تحياتك اوجه تحياتي وابي اغنيه بتغنين او شيء يلا نسمع الاغنيه بعدين نسمع التحيات مو سمعتها فطوم
فاطمة ما دي وراحة فاطمة الغنية أبدا مو واضحة فاطمة نعتذر منك شي فطومة الغنية مو واضحة أبدا 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 يعني مو قاعد نسمع منها ولا شيء سوري فطومة إن شاء الله نرجع عندك عليك مرة ثانية عندنا سام شعول والله أمنيتي أكلمك حاولت بس ما قدرت يا ليت تحققون أمنيتي بسيطة اس او سين وراح ندق عليك على طول ايضا عندنا احب تشعل من عسوله او فاطمه تحيه كبيره لك حبيبتي شنو اسم الانشوده اللي عن الوطن شنو اسم الانشوده اللي حطيناها تو كنترول شباب الاغنيه الانشوده اللي تو كانت معنا شنو احلى وطن اسمها اغلى وطن انا سمعتها احلى وطن طبعا لديرتنا احلى واغلى واجمل وطن في الدنيا في بدء طفولتي كنت اسمع عن ماما انيسه وما شفتها الا بالصور والحين عندي اخت مشاعل وامنيتي تكون ماما مشاعل لابنائها فطوم بنت حضرموت الله شكرا 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 على الكلام الجميل وشكرا على اللي سووا لي الصوره اللي صورتي وكاتبين عليها خليفه ماما انيسه امس بعد رجعت مره ثانيه شفتها يعني اتمنى اني انا اكون فعلا خليفه ماما انيسه يعني ان الدنيا كلها تذكرني بالخير والدنيا كلها تحبني فطوم ايوه مشاعل حبيبتي اعتذر منك حياتي اغنيه ما كانت واضحه لا لا عادي يا مشاعل توجين تحياتك ايوه يلا حياتي اول شيء ابي اقول اهداء اقول سالتك يا اله الكون بان لي اخ حنون احفظه لي اينما يكون وابعد عنه شر العيون اهدي هذا لماجد واقول لك تسلم على كل شيء معانا في التلفون والله يسعدك يا رب ويبعد عنك كل شر وكل شيء بس ما عجز لك الكلام عن وصفه هذا الشخص الصدق جميل جدا واقول اتمنى نشوفه ولك مشاعل طبعا والعبطل واقول له ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله والكل صحباتي وامي وابوي واقول ولخالي الذي في السعوديه اقول له ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه وربي يوفقك ويبعد عنك كل شر ان شاء الله حبيبتي تحيه كبيره لك ولكل اسرتك الكريمه وتحيه كبيره لكل اصدقائنا تواصلوا معنا سواء من خلال اتصالات او من خلال تويتر او ابطالنا الحلوين الموجودين معنا داخل الاستديو امنياتكم كثيره يا رب الله يحقق لكم إن شاء الله كل هالأمنيات تعيشون بصحة وعافية وسلام خلصت حلقتنا اليوم لاقيكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة مع ألف سلامة رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا جاهزين رايحين للفن رايحين بس مو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين بس مو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب بس تلوين لعب تاركين